عام 2018 عام كان كثير صعب على مناطق كبيرة في الوطن العربي. شفنا عصير، شفنا فيضانات، شفنا أمطار غزيرة، شفنا عواصف رملية. والإشي الأصعب من هيك أنه كان في عنا عدد كبير من الوفيات بسبب هاي الأحوال الجوية اللي أثرت على مختلف مناطق الوطن العربي. في تاريخ 25/10/2018 وقعت حادثة البحر الميت في وادي زرقاء معين، راح ضحيتها 21 وفاة و43 إصابة، كان معظمهم طلاب رحلة مدرسية. بعد أقل من أسبوعين من فاجعة البحر الميت وتحديداً يوم الجمعة 9/11/2018 وقعت في مناطق وسط وجنوب المملكة فيضانات وسيول، راح ضحيتها 12 شخص و12 إصابة. داهمت مدينة البتراء الأردنية في نوفمبر 2018 سيول وفيضانات واسعة نتيجة الهطول المطري الغزير، وأدى ذلك إلى إخلاء 4072 سائح. خلال شهر أكتوبر من سنة 2018 عشت شخصياً تجربة أقوى ظاهرة جوية على كوكب الأرض وهي الأعاصير. بالرغم من أنه الإعصار لبان كان من الدرجة الأولى وإعصار ضرب مدينة صلالة في سلطنة عمان، إلا أن التجربة كانت فعلا مخيفة ومثيرة. في 25/2/2018 تعرضت المملكة العربية السعودية وتحديدا المدينة المنورة إلى عاصفة بردية قوية أدت فيها إلى تساقط حبات البرد اللي تسببت في تحطيم زجاج المركبات وألحقت بإضرار واسعة. بليلة 11 نوفمبر جرت مياه قوية في وادي باير بالسعودية مما أدى إلى غرق أجزاء واسعة من القريات. مع ساعات ليلة 11 أكتوبر سنة 2018 تعرضت مدينة قبرجة شمال السعودية لعاصفة بردية، حيث وصفها سكان المنطقة أنها تاريخية وغطت حبات البرد معظم أنحاء المدينة. ب 11 نوفمبر 2018 تعرضت مملكة البحرين لحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي أدت لغرق مساحات شاسعة من البلد وأدت إلى حدوث خسائر مادية فادحة. في 11 نوفمبر تعرضت الكويت لأسوأ موجة من الأمطار والفيضانات لم تشهدها منذ عشرات السنين، تسببت بوفاة شخص واحد. زي ما شفنا الطقس في عام 2018 تسبب بالعديد من الحوادث، وللأسف بجزء منها كان يؤدي إلى خسائر مادية أو خسائر حتى بالأرواح. الطقس يؤثر في جميع مناحي الحياة، شو بنلبس، شو بناكل، حتى مخططاتنا اليومية بيؤثر الطقس عليها. صلب القرارات حتى في كبريات الشركات والقطاعات المختلفة يعتمد على الطقس، لا سيما في العمليات المختلفة اليومية لهم. رسالتنا كانت دائما في طقس عرب منذ التأسيس وحتى الآن وستبقى دائما هي حماية الأرواح والممتلكات بتوفير المعلومة الجوية الدقيقة، وهذا عهد ونتعهد به دائما بإيصال لكل الناس. دائما رسالتنا بالمقابل لكم أن لا تستهينوا بالأحوال الجوية، لا تستهينوا ولا تستهن بالطقس.